الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. أهلا ومرحبا بكم معنا، ولا زلنا معكم إخوة الإيمان في هذه الأمسيات الرمضانية الطيبة من برنامجكم أخلاقيات الصيام. إخوة الإيمان، هذا الشهر الفضيل فيه العديد من الخصال الطيبة، فيه العديد من أبواب الخير التي ينبغي علينا أن نطرقها في هذا الشهر العظيم، وأن نسير إلى الخير والعطاء مقتدين ومتأسين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. ابتداء إخوة الإيمان، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ حسن أبو العنين، وهو واعظ أول في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالفجيرة. أهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله يا سيدي. حياكم الله. نثقل عليكم، ولكن يعني لا أبدا، أنا أسعد بمثل هذه اللقاءات الطيبة. الله يبارك، خاصة في شهر رمضان، ونحن يعني نجتمع مع إخواننا من المشاهدين. الحمد لله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في كلماتنا يعني سيدي. نعم إن شاء الله. أن تكون في كلماتنا يعني ما إن يعمل بها الإنسان يجزيه الله تعالى عنا خير الجزاء. نعم. بارك الله فيكم، حياكم الله يا سيدي. يعني كما تفضلتم في الحلقة السابقة، وتحدثنا عن بعض الخصال الطيبة، وتلكم الخصال التي تنتشر في هذا البلد الطيب في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعني حبذا لو تطلعنا أيضا على هذه الجوانب، وكيف هي تطبيق عملي ودروس عملية لفعل الخير في شهر رمضان. نعم. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. تعلمنا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدال على الخير كفاعله، فإذا فعل الإنسان شيئا من الخير حاول أن يقلده الكثير من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم هو العماد الأعظم والأكبر، والذي تلتف حوله جموع من أرادوا أن يكونوا معه يوم القيامة، وهؤلاء يبرزون ربما بذكر أسمائهم أو لا يريدون ذكر أسمائهم، يبرزون عند الله سبحانه وتعالى من كونهم كانوا يطعمون غيرهم، وكانوا يفيضون مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى على غيرهم، فيزيدهم الله سبحانه وتعالى من فضله. الله. وإذا ما كشفنا عن الواقع قليلا، نجد أن هذه السنة الكونية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كل من أكرم فقيرا أو مسكينا، إلا ونجد أن الله سبحانه وتعالى لا ينقص من ماله شيء، إنما يزيده الله سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة والله فضيلة الشيخ، أسف على المقاطعة. بالفعل يعني في كثير من الناس عندما تحدثه يعني أنه هذه الصدقة وهذه الزكاة، والتي هي قربة طبعا وفرض يعني عليه، وخاصة نتحدث عن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام، أنه تزيد في مالك، يقول لك بالعكس هو ينقص هذا المال، ولكن بعد ذلك تجد الزيادة سبحان الله الوفيرة من الله سبحانه وتعالى عليه، يعني تكون في زيادة أيضا مادية، ليس مجرد أنه زيادة في الأجر، الشيء المعنوي الذي سيحصل عليه إن شاء الله لاحقا. يعني قال الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقال عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نعم. فالمال يبقى وقد يزول صاحبه، وإما أن يبقى صاحبه ويزول عنه المال. الله. فهذا موجود وذاك موجود، وهذا كله حقيقة وواقع. نعم. ومن لا يلمس هذه الحقيقة ويلمس هذا الواقع يعيشه حتى ولو بذكر بعض القصص من التاريخ. انظر إلى هؤلاء أصحاب الجنة،
الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. نعم. فماذا فعل الله تعالى بهم حينما منعوا حق الفقير منها؟ نعم. فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم. نعم. يعني احترقت. وهذا واقع، قصة حقيقية عاشها بعض الناس. أما في حال حياة أبيهم كان أبوهم ينفق وإذا بهم يجدون، كان يجعل منها جزءا معلوما للفقراء. نعم. عند قطفها. نعم. وكان أبوهم ينفق. نعم. وينفق عليهم، أنفق ينفق الله عليك. نعم. فهذا ليس كلاما رمزيا، إنما هو حقيقة يعيشها الإنسان. فما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صحيح. فالمرء إذا ما فعل هذا وهو يريد من الله، هو صاحب المال، هو يريد من الله أن يجزيه على هذا، سيجزيه الله سبحانه وتعالى بمضاعفة ذلك المال. نعم. لأنه أحسن التصرف في هذه الجزئية، في هذا المال. تستوقفك هذه الآية الكريمة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. نعم. في كل سنبلة 100 حبة. نعم. يعني الحبة ب700 حبة. نعم. ويضاعف الله لمن يشاء. نعم. فأي إنسان يريد أن يستغني بمال الله سبحانه وتعالى عن غيره من الناس ينفق منه، وخير الصدقة ما كانت عن ظهر غنى. وأن تنفق وأنت شحيح، يعني تخشى الفقر. نعم. هذا من أعظم وجه الإنفاق، لأنه في الأصل الإنسان لا يملك شيئا، الإنسان مملوك لله. الله. نعم. والمال الذي أهداه الله تعالى له هو مملوك لله. فالله يقول لمملوكه: أنفق مما ملكتك فيه. نعم. فإن أنت فعلت زدتك، وإن أنت لم تفعل أذهبت عنك ذلك الذي أعطيتك إياه. انظر إلى قارون ماذا فعل الله تعالى به حينما قال: إنما أوتيته على علم عندي. ومنع الناس أن يعني يستمتعوا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. يعني هنا لطيفة، ينبغي أن ينتبه الإنسان إلى ما يصدر منه من أقوال، لا ينسب هذا الفعل وهذا الخير وهذا العطاء أو ما يملك، لا ينسبه إلى نفسه، فهو كله من الله سبحانه وتعالى ولله، والله عز وجل هو الذي يهب هذه الأشياء إلى الإنسان. فلذلك الإنسان يجب عليه أن يحسن التصرف فيها، وأن يكون مقتديا ومقتفيا للرسول صلى الله عليه وسلم: أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. نعم. نتوقف مع هذا الفاصل إخوة الإيمان، ومن ثم نعود إليكم من جديد في لقائنا لهذا اليوم، كونوا معنا. أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا ومتابعينا في برنامجكم أخلاقيات الصيام، ولازلنا معكم في هذه الأمسية الرمضانية وفي هذا اليوم الطيب المبارك، حيث معنا فضيلة الشيخ حسن أبو العنين، حياكم الله ومرحبا الله بكم فيكم يا سيدي. الله يبارك فيكم. لازلنا نعيش في خصال الخير، يعني هذه الخصال الطيبة الموجودة في شهر رمضان المبارك، منها إطعام الطعام، أيضا هناك خصال أخرى حضنا عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نحافظ عليها كصائمين وكصائمات في شهر رمضان المبارك. نعم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تقرب فيه إلى الله، أي في رمضان، نعم، بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. نعم. ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. إذن شهر رمضان يختلف في بقية الشهور. نعم. نفس العمل، إلا أنه الأجر فيه مختلف. أما عن خصال الخير فالمرء إذا أراد أن يوسع فيها فهي كثيرة جدا غير محدودة. فمما يعتاده الإنسان، يعني لا نريد أن
نعرج يمينا ولا يعني يسارا، إنما نريد أن نذكر بعض الأشياء التي يمارسها الإنسان في حياته المعتادة، لكن يقصد فيها أنه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فمثلا السنن، السنن يعني نعتبرها وهي كذلك خصلة من خصال الخير. نعم. في الفرائض التي نصليها لها سنن، فالإنسان إذا صلى هذه السنن تحسب كل سنة بمقام فريضة. نعم. ففي الصلوات العادية السنن السابقة أو اللاحقة أو السابقة أو اللاحقة تجد أن الإنسان يصلي قبل الفجر، يعني السنة القبلية والسنة البعدية. نعم. نعم. يعني قبل الفجر ركعتين، ركعتين. نعم. وقبل الظهر أو وبعد الظهر حسب المذاهب. نعم. الفقهية من يصلي ركعتين أو أربعا، أربعا وبعده ركعتين أو أربعا. نعم. يعني نقول على الأقل. نعم. يبقى ركعتين وركعتين. ركعتين ركعتين. نعم. يعني هذه خصلة، وبعد الظهر أصلا أيضا خصلة، وقبل العصر سنة أظنها خصلة من خصال الخير، بعد المغرب سنة، سنة. هذه نعم. خصلة من خصال الخير، قبل العشاء سنة، بعد العشاء سنة. نعم. كل ركعتين من التراويح بخصلة من خصال الخير. نعم. هذه ثمانية على الأقل، يعني يكون أربعة، ثمانية على اثنين يعني أربعة، يبقى هذه حوالي 11 خصلة. الشفع والوتر هذه 13 خصلة من السنة سبحان الله. نعم. يؤديها الإنسان كل واحدة بمقام فريضة، يبقى يعني كأن كل خصلة أداها هنا وكأنها بالفعل هو أدى فريضة كاملة، كأن يثاب عليها بمقام فريضة. ولا في غير رمضان يحتاج إلى لأن يؤدي فريضة واحدة يحتاج إلى 70 صح من هذه السنن، يعني بس نلفت الانتباه. نعم. لأنه هذه السنة ليس معناها أنه لا يقضي ما عليه من فوائد في الفرائض، إنما هذه السنة تعدل ثواب فريضة ولا تغني عن الفريضة الفائتة، لأنه ربما في ناس تقاعس مثلا قبل رمضان. نعم. أو لا يصلي. نعم. فهل يعتبر هذا له أنه يعني هذا الأداء وهذا الأجر الجزيل في رمضان يسد ما كان عليه من نقص؟ هذا لا. في الحديث العام للنبي. نعم. صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه من قصر في فريضة من الفرائض يقول الله تعالى لهم، يعني خاصة من الصلاة، انظروا إلى عبدي هل له من نوافل، اجعلوا كل نافلة بمقام فريضة. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نقول على عمل يؤديه الإنسان الآن في شهر رمضان يثاب عليه، فهذه 13 سنة من السنن يؤديها الإنسان في شهر رمضان تلقائيا، وكل سنة منهم تعد بثواب فريضة. هذه 13 في 30 يوم من رمضان، يعني العدد ما شاء الله يعني حوالي 390 تقريبا يعني. نعم. فإذا كان الإنسان يؤدي 5 صلوات في اليوم والليلة وكل فريضة بمقام 70، لأنه من أدى فيه فريضة كان كمن أدى فريضة فيما سوى. نعم. هذه 350 في اليوم، الفريضة ب70 فريضة، والفريضة ب70. نعم. والخصلة والسنة الواحدة كأنها فريضة. نعم. نعم أحسنت. نعم. فهو الفريضة بمقام 50، بمقام 70. نعم. في 5 صلوات في اليوم والليلة هذه 350 فريضة. نعم. ثواب 350 فريضة. في 30 حوالي 10500 فريضة. إذا جمعت بس الفرائض من الصلاة والسنن من الصلاة العدد تقريبا يقرب إلى 11000. عدد الصلوات من السنة للسنة، هذا إن لم يتهجد، ما هو ربما سبحان الله كمان ربنا يفتح عليه، هذا غير النوافل، هذا غير النوافل، غير التطوعات. نعم. غير يزيد. أنا أتكلم على ما هو موجود. نعم. وأنت تفعله في رمضان، يعني بمقدور الإنسان العادي أن يعمله حتى بدون اجتهاد، بمقدوره أن هذا بطريقة تلقائية الإنسان يؤديه في رمضان. نعم. حوالي ثواب 11000 فريضة تقريبا. نعم. يعني تقريبا يعني فال 11000 فريضة دولت لو قست السنة كلها مش هتلاقيهم 11000 فريضة من الصلاة. نعم. يبقى إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا ما اجتنبت الكبائر. نعم. هذا هو. نعم. بطريقة حسابية بسيطة يعني جدا. فعلا رمضان نستطيع القول هو فلترة لهذا الإنسان، فلترة لأعماله، وهو عملية يعني تنظيف وارتقاء لهذا الإنسان، لأن إذا كان عليه بعض
الهنات والذنوب البسيطة أو الكبيرة، أنه هاي فرصة عبادية فعلا رمضان. يعني نعني ما نقول رمضان هو فرصة عبادية لمن أراد أن يكفر ذنوبه ابتداء طبعا بمعونة الله عز وجل، كون أنه فيها الذكر والاستغفار، قراءة القرآن، الصوم، الإطعام، كلها قربات. يعني بالفعل الخير يأتيه من كل حدب وصوب زي ما بحكوها. نعم. فهذه السنن، هناك من الأعمال ما يؤديه الإنسان، يعني أنا حريص على أني أذكر أعمال جميل جميل. نعم. أعمال طبيعية يؤديها الإنسان بصفة يعني دورية بدون تكلف زيادة ولا بدون مشقة حاصلة، هو يفعل مثل ما يفعله في غير رمضان. نعم. ولكن الثواب يختلف في رمضان، ولكن مع التركيز على النية فضيلتك. طبعا يعني لهؤلاء الناس يعني مثلا مؤكد مؤكد النية، يعني باستمرار يبقى الإنسان يعني يجدد هذه النية ويحافظ، تجديد يعني النية يعز مع الإخلاص. عليه تعبه، يعني تعبه تجديد يعز النية عليه. مع الإخلاص. نعم نعم. طيب أنا الآن كل واحد منا يذهب إلى الدوام عمله صح؟ نعم. لو أنه صار إلى الدوام هذا العمل وهو يقصد بهذا أن يعف نفسه وأنه يذهب لكي يساعد المراجعين الذين سيأتونه، هو بالطريقة طبيعية سيذهب، لكن إذا قصد من وراء ذلك أنه يأخذ أجر في مساعدة غيره سيثاب أعظم. كان في نية لذلك. حضرتك تتكلم عنه في مسألة النية. نعم. غير هذا من الأمور، يعني من دل إنسان على طريق ضاع منه، نعم، أي ثواب هذا الذي سيأخذه حينما يدله على هذا الطريق، أو أن يمشي له مثلا في حاجة معينة. ما نعم. أسعد هذا، هذا نعم. من باب إدخال السرور على نعم. المسلمين. إذن الخصال كثيرة، سنكمل إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات في لقائنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم معنا من جديد أيها الإخوة والأخوات، وأهلا أيضا بضيفنا الكريم والذي هو معنا فضيلة الشيخ حسن أبو العينين. سيدي الكريم، الآن في رمضان ونحن نتحدث عن هذه الخصال الطيبة، خصال الخير، وأن تكون مقترنة بالنية حتى يعني يكون فيها أن يعود الخير على هذا الإنسان، يعني إن شاء الله في رمضان يعني تكون فرصة له. بحيث عن ماذا يبحث الصائم جد في رمضان؟ يبحث عن الأجر والمثوبة وأن تعتق رقبته من النار إن شاء الله. نعم. يعني نحن إذا أردنا أن نشبه حالنا بما يحدث في الدنيا من أن الناس يتاجر بعضهم مع بعض، نعم، وأن هذه التجارة فيها يعني انخفاض وفيها ارتفاع. المرء إذا ما تاجر مع الله وينظر إلى ما سوف يهديه الله تعالى له، هو ينبغي على الإنسان أولا أن يدرك أنه لن يستطيع عمل خير إلا إذا شاءه الله أولا. نعم. فإذا وفق الإنسان لعمل من أعمال الخير فليشكر الله أنه وفقه أولا. جميل. وآذن له في ذلك، وهذه من باب الرضا، لأن الله راض عن مثل هذا الإنسان الذي يفعل هذا الفعل. الشيء الثاني، يعني بتم توفيقه سبحان الله بتدبير الله عز وجل أن يعمل هذا الخير. مسألة النية يغفلها الكثير من الناس. هناك حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإنسان إذا مر به ولم يقف عنده يعني ربما يضيع منه الكثير من الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثالا برجل رأى رجل عنده أموال كثيرة، ورأى ذلك الرجل ينفق ببزغ على الفقراء والمساكين، فأعجب من ليس عنده، من ليس عنده أعجب بهذا الرجل. نعم. قال لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه كذا وكذا 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 من أبواب الخير. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم قال هو وصاحبه في الأجر سواء. هذا نوى
وربما لا يفعل، بس بمجرد أن نوى أنه إذا كان عنده مثل ما عند فلان، يعني هو ليس عنده مجرد النية الطيبة فقط، نعم، مجرد النية. نعم. أيعجز المسلم أنه ينوي نية طيبة حتى وإن لم يفعلها؟ فهو وصاحبه في الأجر سواء. لو أني أنا في رمضان دخلت المسجد وقلت في نفسي إن شاء الله لما أطلع من المسجد سأعطي ذلك الرجل الذي هو من جمعية كذا أو من هيئة كذا، سأعطي مبلغ من المال في يعني في هذا التبرعات يعني. نعم. وبعد أن خرج من الصلاة لم يجد الرجل، وقد صار يأخذ الأجر. نعم. هل عمل شيء؟ لم يعمل شيء. نعم. مجرد النية طيبة. نعم. لو أن الإنسان خرج من بيته يقول والله إن قابلت اليوم مسكينا سأوفى أعطيه كذا وكذا وكذا وكذا، ولم يقابل اليوم مسكين، هل يحرم الأجر؟ وكما تفضلت قبل الفاصل عندما قلت يعني إذا نوى مثلا هو من ذهابه لعمله ليعف نفسه وأسرته مثلا من أن يتكفف الناس أو أن يأكلوا حراما مثلا بهذا العمل الذي يقوم فيه، يريد أن يعفهم عن ليس عن هذا عن من شيء. عندنا نعم، هذا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أعجب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم برجل وجدوه يعني ذا جسمان قوي ومتين، فقالوا لو أن ذلك في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه خرج على نفسه عفوها عن الحرام فهو في سبيل الله. يعني كأن الذي يسعى لكي يعف نفسه عن سؤال الناس هو في سبيل الله، أو عما حرم الله عز وجل فهو في سبيل الله. فإذا خرج على أبوين كبيرين أو على أطفال صغار يسألون من يرعاهم، فهذه لو نوى الإنسان فقط هذه النية. يعني أنا أتعجب في من يخرج من بيته لا ينوي عمل خير من الأعمال، سواء فعلته أو لم تفعله. وهذا حديث عظيم صراحة، يعني لا نغفل عنه، الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في باب النيات. إنما الأعمال بالنيات، اللي هو عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما لكل امرئ ما نوى. يعني عده بعض العلماء هذا من أهم أبواب الحديث، كل مصنفون للأحاديث يذكرونه أولا. نعم، يبنى عليه حتى في أبواب العبادات في الفقه. نعم، يعني هذا عمدة. نعم. فيما يأتي من بعده من الأحاديث. نعم. العظام والكبار، ركيزة عظيمة، يعني بالفعل بعد ذلك تنطلق منها هذه الأعمال الطيبة. كل عمل ينبغي أن تكون نعم. فيه النية. نعم. هل من الممكن أن الإنسان يعني يأتي أشياء في رمضان يكون ثوابها أعظم من غيرها وهي لا تساوي شيئا؟ لا تساوي شيئا يعني في الجهد يعني. نعم. لكن عند الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب عظيم جدا. لو أنه تبسم، تبسمه في وجه أخيه. نعم. هذا يحتاج إلى يعني جهد. نعم. في أي شيء هو يعني ينفرج أساريره أو تنفرج أساريره لأجل أن يري الناس أن الله تعالى راض عنه، هذا من باب أنه راضي، هو يرضى عما يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى. الله. ولا تجد فيه عبوس ولا كلاحة في الوجه ولا عليه غضب ولا شيء، يعني مرتاح لعطاء الله عز وجل. فهذا هو لو تبسم الله. نعم. بس تبسم. نعم. تبسم هذا. نعم. تبسمك في وجه أخيك صدقة. لو أن هذه الصدقة وقعت في رمضان كان ثوابها أعظم مما لو وقعت في غير رمضان. طيب، هذه الأمور يعني أخلاقيات طيبة صراحة تطلعنا عليها فضيلتك، يعني ممارسات بسيطة وخفيفة جدا ويستطيع أي صائم أو أي إنسان أن يعملها حتى يعتاد عليها بعد ذلك بعد هذه رمضان. هذه أمور. نعم. بسيطة جدا. نعم. لو أن الإنسان فقط ينويها الله. لأجل أن يعمل عملا من أعمال الخير يثاب على ذلك إثابة كبيرة وعظيمة جدا. نعم. شيء آخر، أنه يعني كيف للإنسان أن يأتي عليه رمضان ولا يشكر الله أنه كان من أهل رمضان؟ نعم. ك
كم من الناس اليوم كانوا بيننا في رمضان الماضي، نعم، وانتقلوا إلى رحمة الله. نعم، ولو أننا سألناهم ماذا تحبون لقالوا نحب أن نكون معكم في رمضان فنزداد من الخير. فاليوم يعني أنعم الله سبحانه وتعالى علينا إذ جعلنا من أهل رمضان، فهذا باب من أبواب الشكر عظيم، لأن الله فتح بابا جديدا من أبواب التوبة والإنابة والرجوع إليه سبحانه وتعالى، وجعل ذلك كفارة لما سبقه من أعمال إلى رمضان الماضي. نعم، فنسأل الله عز وجل بالفعل في هذا الرمضان أن يغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يجعلنا وإياهم من عتقاء شهر رمضان. أشكر لكم فضيلة الشيخ حسن، بارك الله فيك، هذه الإطلالات الطيبة والأشياء المفيدة صراحة التي تفضلتم بها في هذه الحلقة. وأنا أشكركم يعني على هذه اللقاءات الطيبة، وأشكر السادة المشاهدين أنهم يعني يتحملوننا بعض الوقت. أسأل الله تعالى أن نكون نافعين لهم بإذن الله في ميزان أعمالكم إن شاء الله. فالشكر الجزيل لكم فضيلة الشيخ حسن أبو العنين، الواعظ الأول في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الفجيرة، نشكركم جزيل الشكر. واسمحوا لنا إخوة الإيمان أن نتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان على متابعتكم لنا هذا البرنامج أخلاقيات الصيام. إلى لقاء الغد بمشيئة الله، هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.